بارك الله فيك سيد الرئيس. تفضل. السلام عليكم. بالنسبة للفصل رقم 11 جاء في الفصل ذا اللي هو التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في القطاع البناء والأشغال العمومية، جاء مطلقا، لأنه وقت اللي نقرأوه يتم التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المبرمة في ميدان البناء والأشغال العمومية التي تم التصريح في شأنها بالتسليم النهائي قبل 31 ديسمبر 2011، يعني يمكن اللي هو أعمال التسليم تاعه في 2005 يشمل هذا الفصل. ولهذا أنا أقترح وأعطيت المقترح في التنقيح للسيد رئيس اللجنة، هو يوقع التحديد في العام اللي وقعت فيه الثورة واللي كانت فيه مشاكل، وهذاك علاش يشمل هالتخلي هذا إلا المؤسسات اللي عملت التسليم تاعها في 2011. أما اللي هو قبل 2011 ما هو ممكن باش يشملوا هالإجراء هذا الهام. ولهذا أنا في المقترح المنقح يتم التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المبرمة في ميدان البناء والأشغال العمومية التي تم التصريح في شأنها بالتسليم النهائي خلال الفترة الممتدة من غرد جانفي 2011 إلى 31 ديسمبر 2011. هل المقترح هذا أنا أعطيته للسيد رئيس اللجنة؟ تدقيق. بارك الله فيك سيد الرئيس.